خالده ياك؟ خالده مصطفى. خالده مصطفى يعني لاعب مغربي في مدينه القصر الكبير اللي مارس الكره الحديديه في فتره الثمانينات، اللي غنتكلموا معاه على المسار ديال هذا النادي هذا وتطور ديال الكره الحديديه في الاقليم ديال العريش وبصفه خاصه في مدينه القصر الكبير. تفضل سي مصطفى، اش يمكن تقول لنا على الفتره اللي مارستي فيها الكره الحديديه؟ فترة من الثمانينات حتى التسعينات كانت فترة مزدهرة، من موقع انقسام ديال العصر، ملي وقع انقسام يعني المستوى ديال اللاعب نقص تمام، زائد هاد النوادي ديال ذاك الوقت الثمانينات شحال كان النادي فيه ديال القصر، شحال كان فيه ديال الممارسين تقريبا؟ ما نقدرش بالضبط ولكن ما كانوا بزاف، كانت كل مساء كتلقى أربعة خمسة ثلاثية لاعبين كل مساء. خمسة ثلاثيات يعني لاعبين يعني في ثلاثة يعني تقريبا كيمارس 30 واحد كل يوميا كاين 30 مشارك كيمارس كيجيو من المغرب كيبقاو حتى 12 الليل. دابا لا كتلقى جوج ديال اللعاب. وشنو هي الأسباب ديال التراجع ديال الكرة الحديدية في الإقليم؟ الأسباب أول مادية، الأسباب الأول مادية، ما كاينش مداخل هذا النادي باش يبقى يكون لعابة يخلص عليهم نهار المسابقات باش يمشيو، كتبقى غير مبادرات ديال الناس اشخاص من عندهم كمحسنين هما اللي كيعاونوا. وبالاضافه الى ذلك كما قلتي انقسام العصاب يعني ادى الى تراجع تاطير الممارسه الرياضيه، تراجع المستوى ديال اللعيب بزاف. يعني كنا كل مسابقه كنتلاقاو مع ابطال من الدار البيضاء من الرباط من فاس المغاربه، يعني كانت اللعبه كتشوق تفرج فيها. دابا لا كتشوف وكيفاش يمكن نتغلبوا على هذه الوضعيه هذه، يعني باش نجيبوا من خبراء ومؤطرين يعني باش السلطات المحليه تعطي عنايه للنوادي. بقات النادي كيهو يدير المسابقات السنويه ديالو كيمشي عند المجلس البلدي ولا عند الناس الكبار ديال البلاد كيقول له الكره الحديديه ما كيعطيهاش وقت، كيقول حنا نادي ديال الكره الحديديه بغينا ندير مسابقه بغينا تعاوننا، كيشوف اخر ما يشوف فيه. ما كاينش ما دابا النادي هاك بغا يدير كرة حتى بغا يدير بالنسبة لكم انتم واش عندكم شي مسابقات سنوية كتنظموها ولا أنشطة سنوية ديالكم؟ كل عام راه شنو هي أهم الأنشطة اللي كتنظموها سنوية؟ كنديروا المبادرة المسابقة السنوية ديالنا كنديروها كل عام، وهذا مرة دارت في شهر 4 زائد أي مناسبة وطنية، وإلا النادي كينظم المسابقة ديالو كيعرض على النوادي اللي هي المجاورة تاع أرباب القصيري السوق العربان علاش كلهم سوق البلاد انتم دائما كتشاركوا في المسابقات اللي كينظمها نادي لوكوس كره حاليه بالعرائش، اش يمكن تقول على مستوى المشاركه هذا العام في الدوري ديال الماراثون ديال الكره الحديديه؟ اولا المستوى كنبان مزيان تبارك الله، كل شيء مزيان في الظل، السيارات مركونين في اماكن في الظل ديالهم، ما كاينش يعني الفضاء ملائم ومناسب يعني سواء التركيز وكذلك اللي يعني لاجراء مقابله هو هذا المكان، هذا احسن فضاء اللي ما فيش كاع لعب كيجي يتفرج غير تنزل. انا بيدي اليوم جيت نزل خدام اجيت جيت كنتنزل. وبالنسبه لكم انتم بهذه المناسبه الفضاء اللي كتمارسوا به في القصر يعني شنو الفضاء اللي كتمارسوا به؟ واحد الفضاء غير شويه ولكن ما بيهش مزيان صالح اللعب. يعني وي هذه الكره الحديديه يمكن تمارس فضاءات العامه في الحدائق في المنتزهات في الشو يعني في بعض الساحات. واحد المكان قرار فين كتخلي الكويرات ديالك فين لا بد من توفير واحد يعني مقر ديال الجمعيه تغسل من بعد في واحد المرحله ديدوش يعني ما لا بد وكذلك يعني خلق واحد الترفيه ولا بالنسبه للفضاء الترفيهي كذلك مقهى اللي كتكون مقهى باش توفر واحد المداخل قاره للنادي تمام واحد المقهى صغير وحتى مرمز واخا اش يمكن تقول للناس اللي باغيين يطوروا هذه الرياضه يعني شني الرسائل اللي كتوصل لهم يعني باش يمكن نطوروا هذه الرياضه تربيهم الى الكره الحديديه قبل كل شيء الى رياضه وهديب للناس وركن تعارف كنت تعرف كبير بزاف الناس انا تعرفت عليهم في المغرب هنا عن طريق الكره الحديديه يعني راه هذا واحد لورول نعم ومن اجل تطوير الرياضه على مستوى الاقليم على مستوى مدينه القصر الكبير كثير من المسابقات باش وقع يتاكل في الاغلبيه واش عندكم شي يعني بالنسبه للمدارس واش يمكن الرياضه هذه تظهر يعني كاين خاصه بالنسبه للملاعب ما كتكلفش يعني في داخل المدارس لا هي غير مكلفه غير مكلفه ما كتطلب حتى شي حاجه اللي هي مكلفه صغير واش عندكم شي اتفاقيات شراكه مع المديريه الاقليميه او مع المؤسسات مثلا خلق واحد البيبينير يعني واحد المشاتل باش تهتموا بالرياضه في بعض المدارس مثلا كنا حاولنا باش نديروا مع مؤسسات حسب كشراكه
ولكن هذاك الشيء ما كيدومش، ما كيقولوش لا، كيفتحوا الابواب كيستقبلوا كيكون ترحيب، ولكن ما كاينش استمراريه. السي مصطفى قلدة، عطيتي الكثير لرياضه الكره الحديديه، وفي المستقبل من اجل رفع من مستوى تاطير هذه الممارسه إشاعية على المستوى الدولي، لماذا؟ خاصة أن هذه الرياضة أصبحت رياضة أولمبية في انطلاقا من الألعاب الأولمبية ديال 2022. شكرا لكم، تبارك الله عليك.